واحدة من اللحظات اللي بتقف فيها الطبيعة في وش الحضارة. الوقت بيعدي والفيضان جاي وهيشيل كل اللي في طريقه، ومفيش شفاطات كفاية نشرب بيها كل المية دي. هنعمل ايه يعني؟ هما خشتين على ممسحتين وهننزح المية دي. كارثة هتواجهها معابد ابو سمبل. اهلا بيكم في اكبر عملية نقل اثري حصلت في التاريخ. معبد ابو سمبل بدأ البناء فيه سنة 1244 قبل الميلاد في عهد الملك رمسيس الثاني، واستغرق بناؤه حوالي 20 سنة، وهو منقسم لمعبدين، معبد ابو سمبل الكبير ومعبد ابو سمبل الصغير، والاثنين منحوتين جوه جبل اسوان، بس خلينا نقول عليهم معبد ابو سمبل عشان محدش يزعل مننا. بمرور الزمن وعوامل التعرية المعبد اتغطى بالكامل بالرمال، لحد ما جه عالم الآثار الإيطالي جيوفاني بيلونزي سنة 1813، واللي أعاد اكتشاف المعبد بمساعدة طفل نوبي اسمه أبو سمبل، واللي تسمى المعبد بعد كده باسمه تقديرا ليه. المعبد عبارة عن تحفة أثرية زي الكتاب ما بيقول. مش محتاج اكلمك عن عظمة التماثيل والنقاشات الفرعونية اللي جوه المعبد، لان معروف ان احسن ناس تشطب معابد هم الفراعنة، وبعدهم يجي المقاولين العرب. بس نيجي لاهم مكان في المعبد واللي بيظهر فيه الابداع الهندسي عند الفراعنة، وهو غرفة قدس الاقداس اللي فيها تمثال رمسيس الثاني وجنبه ثلاث آلهة، والشمس بتخش الاوضة دي مرتين في السنة عشان تتعامد على وش رمسيس الثاني، مرة يوم ميلاده والمرة الثانية يوم وفاته، والشمس بتنور الثلاث تماثيل ما عدا التمثال الرابع وهو اله العالم السفلي. لحد سنة 1959 ابتدى باب الخطر يدق، ومنسوب المية حوالين المعبد بدأ يعلى بسبب بنى السد العالي وبحيرة نصر، واللي بدورهم هيخلوا المعبد بالكامل تحت المية نتيجة الفيضان. وهنا كان لازم المعبد يتنقل مسافة 65 متر عن الأرض ويتحرك 200 متر جوه الجبل. وده بيوصلنا لازاي هنحرك المعبد اصلا، ما هو مش كومودينو برضه، انت بتتكلم في صرح عظيم وزنه اكتر من 250 الف طن. يا راجل خمسه في وشك، دي ترمي بتاع 200 كيلو بس. وغير ان بلدك في الوقت ده كانت بتتعرض لرفض دولي بسبب بنى السد، والعالم عامل من بنها وشايل ايده من الموضوع ومستني يشمت فيه، وانت عارف ان محدش يلوي دراعنا، فاحنا قلنا هنلم الرجاله ونروح نشيل المعبد بعدين نطلع بيه على سطح الواد حماده نغتصبه ونصوره. لحد ما جه وزير الثقافه المصري ثروت عكاشه وقعد يدعبس في الاتفاقيات الدوليه والمواثيق العالميه، وهنا لقى ان من اهداف تاسيس اليونسكو هو الحفاظ على التراث الانساني. قال لك بس عنكم يا رجاله، يا بابا اطلع حضرتك من الليله دي سيبنا احنا نخلص. ومن النقطه دي لقت مصر سكه تفتح بيها كلام مع اليونسكو، وانه عيب يعني معبد من اعظم معابد العالم هتسيبوه يقع. أرديك. المهم وقتها اليونسكو ما كدبتش خبر ووقفت معانا وقفه رجوله. طول عمرك راجل واطي يعني، بس جدع على يلا رجاله. وقامت مجمعه السويد وايطاليا وفرنسا والمانيا مهندسين وعلماء اثار وحرميه عشان يحاولوا يلاقوا اجابه لسؤال ازاي نخلي المعبد يتفادى الفيضان. ها. ومن ضمن الاقتراحات اللي اتحطت وقتها كان اننا نسيب المعبد كله تحت المية لانه محفور جوه الجبل، ونغطيه ونخلي الناس تنزل تتفرج عليه من تحت عن طريق حاجة كده زي الاسانسير. وكان الاقتراح التاني انهم يطوعوا المعبد كله جوه مركب، ومع ارتفاع منسوب المية هيتنقل لوحده اوتوماتيك يعني. تموتيكي تموتيكي ايوه. بس للأسف ده كان هياخد وقت طويل، ولو جت عاصفة شديدة المعبد هيتكسر ويغرق، ففاكس برضو الاقتراح ده. حضرتك احنا ممكن نرجع كل الحاجات اللي جبناها دي، بس سلك الشائك خليه هنحتاجه. واللي اقترح اننا نرفع المعبد كله مرة واحدة، نحط تحته قاعدة خرسانية وباستخدام 150 رفعة هيدروليكية هيكرروا الحركة بتاعت الرفع 200 مرة لحد ما نوصل للطول المناسب، بس مع احتمالية ان لو رفعة واحدة بس اتعطلت ده ممكن يؤدي الكارثة والمعبد كله ينهار. لحد ما جالنا استاذ جيري ماتيكو وابنه، واللي اقترحوا اقتراح مجنون شويتين، وهو اننا نقطع المعبد مكعبات ونرقمها وبعدين نلزقها تاني بنفس الترتيب ده فوق الجبل. وبالفعل سنة 1964 بدأ نقل المعبد فعليا بمشاركة 2000 مهندس ومقاول من جميع دول العالم تحت إشراف مصري خالص، واتقسمت عملية النقل لثلاث مراحل وهم التقطيع وبعدين الرفع وبعدين إعادة التركيب. وكان المتوقع ساعتها أنه في خلال 6 شهور منسوب مية النيل هيوصل لرجل رمسيس، ف
فالمهندسين عملوا سد سموه السد العازل عشان يمنعوا المية تعمل لهم أي مشاكل في الوقت اللي هم شغالين فيه، وده اداهم فرصة 13 شهر زيادة قبل ما المية توصل لأعلى المعبد. الخبراء وقتها لقوا إنه لازم عشان تبدأ عملية النقل يشيلوا الجزء الأعلى من الجبل واللي وزنه تقريباً 330 ألف طن، وكان استحالة يتشال بالمتفجرات لأن ده ممكن يضيع الأثار من الأساس ويهدم المعبد كله. بس قدروا بمساعدة 500 عامل مصري عن طريق المناشير الحديدية والأسلاك الفولاذية والعقلية المصرية الجهنمية إنهم يشيلوا اللي محتاجينه من الجبل ده في 7 شهور شغل صبح وليل مفيش راحة. طيب شوية وهتروح. بالرغم من إن القطع كانت كتير إلا إنهم ادوا لكل قطعة رقم وكل رقم جنبه رقم تاني عشان يحافظ على الترتيب بتاع القطعة وقت التركيب. أنت معاك كام؟ الموضوع كان صعب بس خلى احتمالات الخطأ وقت التركيب 0%. وفي إبريل سنة 1966 وقبل 4 شهور بس من الفيضان اللي هيغرق المكان كله اتنقل آخر حاجة من المعبد القديم وكانت رجلين رمسيس التاني. الفيضان ما كانش هو الخطر الوحيد قدامهم قد ما كان الخطر الحقيقي تركيب كل الأجزاء اللي اتقطعت في مكانها تاني وتقفلهم كلهم زي ما كانوا بالظبط ومن غير أي خسائر. وكان التحدي الأكبر هو الحفاظ على معجزة المعبد نفسه عن طريق تركيب التماثيل دي مكانها عشان أشعة الشمس تقدر تنور وشوش الآلهة زي ما كانت في مكانها القديم بالظبط. كده الفيلا رجعت زي ما كانت بالظبط. وفي يوم 31 أكتوبر 1968 وبعد 4.5 سنين بالظبط من الشغل انتهى نقل المعبد بالكامل وتم تجهيزه للافتتاح الجديد لوكس على المفتاح، وده كان قبل الديدلاين اللي حاطينه لنقل المعبد ب 20 شهر. يس ميمي ما يرجعش في كلمته أبدا. قول لنا انت بقى محتاج كام شهر عشان تنقل الهدوم اللي على سريرك وازايز المايه الفاضيه اللي مرميه جنبك دلوقتي وانت بتشوف الفيديو. تقريبا تحيد ما قلش عنه بس ما يزيدش كده نعمه. وما تنساش قبل ما تقوم تروق اوضتك وتشيل هدومك اللي على الكرسي تعمل لايك وشير. احاضر يابا. ولو بتشوف البلاتفورم على اليوتيوب اعمل لنا سبسكرايب. احاضر يابا. استفاء يا بنتي انت خلقتني.